الحياة تطول أو تقصر، تلك أمور نسبية. المهم الفعل ما يتركه الإنسان من أفعل. Soldat Viga for you. RVGRM. L'histoire de la ville. L'histoire de la ville, yo. L'histoire de la ville. حكاية نبيل اللي حكيها لكم توا، الحكاية اللي صارت في زمان تغاد فيه القوة، الحكاية اللي حكيها لكم توا، عطيه وجيار يام في عصر يفر فيه الفساد وسيطر فيه الظلام. يو نبيل كان شخص عادي أما مش كيف كل إنسان، هاني نحكي لك بعد أنت طلع وحدك العنوان. كان عنده أفكار كيما كل واحد عنده أحلام، ما سكتش كيف شاف قارب حكومة ولا فلام. حب يوصل صوته في وقت ممنوع فيه الكلام، اللي يتكلم يتشد يتهز يتحط ورقه في بان. انا نحكي عليه توا جست على خاطر ولد بلاد، وقف كونتر الطغاة اللي يحكموا في العباد. كونتر انجستيس كونتر دي في الكرسي دي مشاد، شعاره كان شغل حرية كرامة وطنية، فمش من قهر جوفة وتوفة تمثيلية. في وقت بورقيبة وقت اللي زين وزير ذخيرية، في عام 87 في عصر تجري فيه دموع بالعينين، وقت اللي كانت تحبوسات مليانة بالمساجين وبالطبيعة الأغلبية للسياسة. هذا كان واحد من خير أبيض قعفور، ما سكتش كيف شاف الظلم والقهر كل يوم يدور. هو منظم الحرية، الغاية نتاعو الديمقراطية، كاريزينا من الخوف من الدم تحت حيوط في سبيل هالوطن. أنا مصف عد نموت وطير من اليوم، لازم تتكلم يا المربوط، لازم نكشفوا الأوراق ونتبعوا هالخيوط. نحكي في الفيريتي ما نغطيش الرياليتي، نحكي على ريفوليسيون في الحقيقة وقتاش بدات. نحكي على قعفور أبارتير من الثمانينات وقت اللي بدات نتكافع وشهداء أموات. نحكي في الفيريتي ما نغطيش الرياليتي، نحكي على ريفوليسيون في الحقيقة وقتاش بدات. نحكي على قعفور أبارتير من الثمانينات وقت اللي بدات نتكافع. شنو التهمة تو عمر؟ التهمة معنا تكلمنا على الخبز، حديث كيف جونك؟ الخبز زيرو تاع الخبز، المزارع قالوا صار المزادي قرروا الخبز يكون فيه بقرروا بطريش في الزبادة بقيت بزيز بقى تراجع في كلامه قال لي رو غلطي محمد في ظلو كيف في الأصل من عام 84 ثورت الخبز مسيرات وتزت اللي دين بس نفس الشعار خبز حرية كرامة وقت اللي ناس قاعدة تصرف وناس بتشي عنا مدن عدالة اللي يحكوا عليها عنا سنين من اللي بعدنا عليها قال يزلنا نوقفوا اليوم ضد الفساد والمهموم اللي يحبوا شعب ضعيف والقانون مفروض بسيف. ياه كيس نتوا نعمل قلوب ونضيف على ارض جدود، خدر سكوت في التحدود يعملوا فينا كل يهود. ياه انا كيف نحكي عليه هكا مانيش على طول متبكى، احكي على واحد من البلاد قاوم الظلم والفساد لا يميني لا يساري، حزب تونس هو مساري. نحكي على تونسي اصيل باش تلقى كيف ديفيسيل، البيت نتاعو ليغاليتي هذي هي رياليتي. قال المساواة ضرورية ما عشنا العبودية مادام الحالة كيف ما هي، لا سبيل للحرية لا سبيل للديمقراطية، لازم الشعب يعيش كريم واللي تخاف في الجحيم. لازم تتوحد كل دين ايوه ونعيشوا فخورين، لازم تتوحد كل دين ونعيشوا فخورين ونعيشوا فخورين. نحكي في الفيريتي ما نغطيش الرياليتي، نحكي على ريفوليسيون في الحقيقة وقتاش بدات. نحكي على قعفور أبارتير من الثمانينات وقت اللي بدات تكافح وشهداء أموات. نحكي في الفيريتي ما نغطيش الرياليتي، نحكي على ريفوليسيون في الحقيقة وقتاش بدات. نحكي على قعفور أبارتير من الثمانينات وقت اللي بدات تكافح وشهداء أموات. يو